عندي لأجل فراقكم آلام، فعلام أعذل فيكم وأولام. إن كنت مثلي للأحبة فاقدا، أو في فؤادك لوعة وغرام، قف في ديار الضاعنين ونادها، يا دار ما فعلت بك الأيام. قال الله تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الوارثون أي الباقون بعد فناء الخلق قاطبة، المالكون للملك عند انقضاء زمن الملك، الحاكمون في الكل أولا وأخيرا. هل تعلمون أن بغداد كانت تزخر بتحف خطية وفنية من زمن العباسيين؟ كانت تزخرف وتزين قصورها وأسوارها ومساجدها؟ للأسف لم يبق منها غير القليل. ومما بقي منها مثلا المدرسة المستنصرية، كتب على جدرانها وبواباتها الخطاط الكبير ياقوت المستعصمي. ومما بقي منها أيضا القصر العباسي والباب الأوسط، كلها شواهد على كتابات وخطوط نوابغ الخط في بغداد في ذلك العصر.